وباء الكوليرا يصيب 152 شخصا بالجزائر ويحصد روح 2. الجزائريون وصفوا الوباء بالضارة النافعة. الجزائر اتخذت من الوباء سببا لخلق بيئة نظيفة. الجزائر تطلق أكبر حملة للنظافة في تاريخها لمواجهة الوباء. وزيرة البيئة أكدت استمرار الحملة لتصبح نهجا سنويا وليست موسمية. الوزارة تتبنى مسابقات تشجيعية لأفضل سلوك بيئي. مشاركة واسعة من الوزراء تشير لانتفاضة للقضاء على الوباء. رواد مواقع التواصل الاجتماعي وصفوا مشاركة الوزراء بالجيدة. الحملة حققت رواجا واسعا وشهدت مشاركة كبيرة من المواطنين. وزارة التعليم رفضت تأجيل الموسم الدراسي خوفا من الكوليرا، وأطلقت حملات لتوعية الأطفال بكيفية الحماية والاعتناء بالنفس، فيما انتشرت مطالبات لإقرار تشريع لفرض غرامات لإلقاء القمامة العشوائية.